ما حكم لعبة الشطرنج؟ أراها مكروهة وإن كان الجمهور يذهبون إلى تحريمها. هذا وليس في لعبة الشطرنج نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حديث علي في هذا الصدد، أثر علي في هذا الصدد، أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال لهم: هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لكن سنده إلى علي فيه ضعف، والله أعلم.